مساء الخير واهلا بيكم. حلقه جديده وهنا العاصمه. حلقتنا النهارده فيها فقرتين وعدد من الضيوف. الحقيقه هيكون معانا الدكتور هاني النقراشي خبير الطاقه العالمي، احد الخبراء الموجودين في المجلس الاستشاري للعلماء المعاون للسيد الرئيس. هيكلمنا عن الطاقه الشمسيه طبعا وعن استخداماتها وعن اهميتها وعن التقرير اللي هم قدموه للسيد الرئيس حول هذا الامر. دكتور هاني هو أيضا ابن محمود نقراشي، ابن نقراشي باشا رئيس وزراء مصر الراحل في الأربعينات من هذا القرن أو من القرن الماضي، اللي قتلوا الإخوان أو اغتاله الإخوان. هيحكي لنا أيضا عن ذكرياتي مع والدي وهذه الحادثة الأليمة في الأسرة. اغتيال نقراشي باشا كان واحد من علامات العنف لدى جماعة الإخوان المسلمين. نقراشي باشا هو أول من حل جماعة الإخوان في مصر سنة 48، وبعد ذلك اغتاله الإخوان. هنسمع القصة مرة أخرى من نجله هاني النقراشي الذي كان عمره 13 سنة حين اغتال الإخوان والده. قبلها هيكون معانا اتنين من شباب المبدعين اللي التقوا السيد الرئيس النهاردة بصحبة مهندس علي فرماوي اللي كان ضيفنا بالأمس، نائب رئيس مايكروسوفت العالمية. والنهاردة علي جمع للرئيس مجموعة من المبدعين والشباب اللي قاموا بمجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاي تي وفي مجال التكنولوجيا، وقدرت هذه المشروعات انها تحقق ارباح وتحقق تقدم كبير. هنسمع النهاردة من وائل أمين ومن أحمد أبيل، وهم مجموعة من اللي قبله أو اتنين من اللي قبله السيد الرئيس النهاردة. نسمع ماذا كان رد فعل الرئيس حول اقتراحاتهم وإزاي ممكن يفيدوا البلد، وهم كمان كنماذج قدرت أنها تحقق نجاح وسط كل هذه التعقيدات في مصر. لكن الحقيقة اسمحوا لي، عندي مجموعة من الأخبار مش كتيرة، لكن هبدأ بسؤال أوجهه للمسؤولين عن حصر أموال الإخوان في مصر. أين حسن مالك؟ وسؤالي لا يعني أنه أنا عايزة الناس تقبض على حسن مالك، أو حسن مالك توجه له تهم غير موجودة، أو أن حسن مالك تلفق له تهم، أو فجأة نلاقيه في الحبس الاحتياطي أو ما إلى ذلك. أنا بسأل سؤال اقتصادي جدا، أين حسن مالك؟ من هو حسن مالك؟ لو تفتكروا حسن مالك هو أحد العقول الاقتصادية في جماعة الإخوان المسلمين في مصر. كان عايش فترة طويلة خارج مصر وما بين مصر وخارجها، استثمر أموال كتيرة للإخوان ما بين تركيا وماليزيا وأمريكا الجنوبية ودول كثيرة جدا. كانوا بيسموه في وقت من الأوقات حصالة الإخوان، لأنه كان أولاً الشريك الأهم لخيرت الشاطر، خيرت الشاطر نائب المرشد، خيرت الشاطر الرجل القوي في جماعة الإخوان وفي التنظيم الإخوان الدولي، خيرت الشاطر العقل المفكر والأكثر شراً في جماعة الإخوان، أحد أذرعه الاقتصادية المساعدة كان حسن مالك. يمكن حسن غير خيرت، حسن علاقاته بالخارج أكتر كتير من خيرت، حسن علاقاته الدولية أكتر كتير من خيرت وأوسع كتير من خيرت، حسن استثماراته في الخارج أهم كتير من استثمارات خيرت، وبالتالي كان حسن مالك هو الذراع الخارجي، وكان خيرت الشاطر هو العقل المفكر الداخلي الاقتصادي أيضا والسياسي. الاثنين اتحبسوا في قضية سلسبيل، وكانت قضية لها علاقة بغسيل الأموال في أيام مبارك، لكن حسن مالك قعد سنة واحدة في السجن وخرج. طول وقت الإخوان حسن مالك توسع بشكل كبير ما بين بقى محلات سرار للملابس، محلات وملابس التركية طبعا، وهتلاقوا معظم يعني معظم توكيلات اللي هو بيحصل عليها هي توكيلات تركية، ما بين محلات استقبال أيضا للمفروشات، سرار للملابس، استقبال للمفروشات، مالك للتجارة والملابس، الفريد للملابس، رواج، الأنوار، سنابل، سلسبيل، العز للتجارة، والشهاب للسيارات، وحاجات تانية كتير. دي صور يوم ما تم التحفظ على
محلات حسن مالك، وكان حسن مالك ضمن قائمة المتحفظ على أموالهم طبقا للقرار القضائي وطبقا لقرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان بعد أن أعلنت جماعة الإخوان جماعة إرهابية. دي الصور اللي حين قامت قوات الأمن بالتحفظ على هذه المحلات، هذه المحلات ما زالت تعمل موجودة شغالة ولكن تحت تحفظ الدولة ولجنة حصر الأموال وهي لجنة قضائية. في 23 سبتمبر كما تذكرون 23 سبتمبر 2013 كان قرار إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ثم بعد ذلك يوليو 2014 التحفظ على 66 شركة من الشركات التابعة لجماعة الإخوان، وكان في أسماء كثيرة جدا، هذه قائمة الأسماء اللي فيها حسن مالك ومعاذ ابنه معاذ وعمر حسن مالك الاثنين في الحبس مقبوض عليهم وفي الحبس وموجهة لهم تهم بالتمويل، تمويل الإرهاب، تهم بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وهي جماعة إرهابية و أشياء أخرى كثيرة، وأظن أن معاذ مقدم للجنايات. ليه بنسأل على حسن مالك دلوقتي؟ والحقيقة أنه سؤالنا له علاقة بأنباء تتردد أن حسن مالك عاد للعمل الاقتصادي مرة أخرى وعاد للتوسع مرة أخرى وأنه افتتح محل في أحد المولات الكبرى في مصر، واحد في التجمع الخامس وواحد آخر في سيتي ستارز أو في مدينة نصر، وإن إعلاناته في كل مكان. ليس لدينا دليل، لكننا نتوجه بسؤال واضح للسادة في لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، هل هذه المحلات تابعة لحسن مالك؟ ده سؤال لا أملك إجابته، ولكن الإجابة عند لجنة حصر الأموال. إحنا مش جهة تحقيق، إحنا مش جهة بحث، إحنا جهة بنسأل وننتظر الإجابة. ليه بنسأل؟ والحقيقة هنا إن إحنا مش عايزين نكون إقصائيين، بمعنى أي حد كان عادي في عضو في جماعة الإخوان طالما أنه لم يعمل بالإرهاب، طالما أنه هو يده غير ملوثة بالدماء، يعني ما نعتقدش أن إحنا لازم يعني لا نتحفظ على أمواله ولا نمنعه من الحياة ولا نمنعه من العمل. لكن حسن مالك ما كانش عضو عادي، حسن مالك ما كانش عضو متعاطف، حسن مالك ما كانش عضو طبيعي من الناس العادية اللي كانت في جماعة الإخوان. حسن مالك كان العقل والذراع الاقتصادي لجماعة الإخوان. حسن مالك هو اللي أنشأ جمعية إبدأ اللي ضمت عدد كبير من رجال الأعمال واللي كانت بتحدد مين رجال الأعمال اللي هيكونوا يسافروا مع مرسي. حسن مالك هو اللي بيستثمر أموال جماعة الإخوان وهو وخيرة الشاطر في أماكن كثيرة جدا وفي أعمال كثيرة جدا باسمهم وبغير اسمه. والسؤال هنا، هل لو كانت هذه المحلات الجديدة تابعة بالفعل لحسن مالك المفروض ان احنا نسيبها كده؟ ده سؤال. لكن الحقيقة ان احنا لاننا لم نأخذ الامر بشكل علمي من البداية منذ اعلان جماعة الاخوان جماعة ارهابية، لم يصدر من هذه الدولة واحد لا قانون يحدد ما هي الجماعة الإرهابية ولا قرار إداري يحدد أن هذه هي الجماعات الإرهابية اللي مصر بترى إنها مجموعة من الجماعات، هي دي الجماعات التي تساند الإرهاب في مصر، مش بس جماعة الإخوان، في أنصار بيت المقدس، في الذئاب المنفردة، في مليون ألف جماعة بتعلن مسؤوليتها عن الإرهاب. ما عندناش القائمة دي، وأيضا ما عندناش قائمة من الأشخاص اللي بينتموا لهذه الجماعة من القيادات هذه الجماعة اللي احنا طلعنا كدولة زي ما موجود في أمريكا، زي ما موجود في فرنسا، زي ما موجود في إنجلترا، زي ما موجود في استراليا، زي ما موجود في العالم كله، بتصدر قائمة تقول هؤلاء الأشخاص تابعين لجماعة إرهابية وبالتالي لا يمكن للدولة أن تتعامل معهم، لا يمكن للقطاع الخاص أن يتعامل معهم، ويكون هناك بند في العقود والعقود الشركات. وطالبنا من ده بقالنا سنة ونص من بعد ثورة 30 يونيو، قلنا ان بيبقى فيه بند في الشركات وفي العقود انه
يقر تقر الحكومه او يقر القطاع الخاص ان لا علاقه له بالارهاب وان هو لا يتعامل مع اي من الاشخاص او الجماعات المدرجه على قائمه الارهاب. ما عندناش ده. وعشان كده احنا محتاسين. وعشان كده احنا مش عارفين نعملها ازاي. محتاجين بلاغ، محتاجين نتكلم، محتاجين ايه؟ احنا محتاسين. وبينما نحن محتاسين حسن مالك بيتوسع او هكذا يتردد. هل عندنا تأكيد؟ ما اعرفش. انا بوجه سؤالي لوزارة الداخلية، للأمن الوطني، للجنة حصر اموال الاخوان. هل ما زال حسن مالك يعمل ويتوسع وينشئ شركات جديدة ويفتح محلات جديدة قد تكون غسيل أموال تمويل إرهاب؟ ده سؤال. السؤال الثاني للحكومة، هل جمعية ابدأ ما زالت مستمرة في عملها ولم تحل ولسه شغالة بل وبتقوم بخدمات وتتعاقد مع الحكومة في حاجات، يعني في هي جمعية بتضم عدد من رجال الأعمال بتنظم للحكومة حاجات؟ ده سؤال آخر عايزين نسأل الحكومة في ذلك. لا نعرف. حسن مالك مش مجرد عضو في جماعة الإخوان، حسن مالك مش مجرد شخص، حسن مالك عضو رئيسي في التنظيم الدولي للإخوان، العقل المفكر لجماعة الإخوان، أحد العقول الاقتصادية والأذرع الاقتصادية لجماعة الإخوان. هل إحنا هنسيبه؟ أنا ما طلبتش تاني مرة أخرى لنقبض عليه إذا لم يكن متهما في أي من القضايا، ولا نتبلى عليه ولا أي شيء. كل اللي طلبناه إن إحنا نعرف ما إذا كان ما زال يتوسع ولا لأ. عايزين نعرف هل الأموال دي اللي بيتوسع بيها هي أموال بتدار بعد كده وبتغسل بعد كده وتمول الإرهاب ولا لأ؟ دي أسئلة طبيعية جدا بنسألها، بنوجهها للجنة حصر أموال الإخوان، بنوجهها للأمن الوطني، بنوجهها للداخلية، وبنوجهها للحكومة. معي على الهاتف الأستاذ عصام الإسلامبولي المحامي بالنقد. مساء الخير يا أستاذ عصام. مساء النور يا فندم. هل الأسئلة اللي بنسألها دي طبيعية ولا أسئلة يعني إزاي نقدر نعرف إنه حسن مالك لسه بيشتغل أو ما بيشتغلش أو إنه بالفعل بيفتح محلات جديدة ولا لأ؟ شوفي يا استاذه، المساله مش محتاجه كل هذه الاسئله. اذا كنا بنقول ان في قانون وان هذا القانون بيجرم، وقانون العقوبات يعني بيجرم مجرد تكوين جماعه غير قانونيه وهي جماعه الاخوان المسلمين. ماده 86 هنا بتقول ان مجرد وجود تنظيم غير قانوني هذه جريمه معاقب عليها بالانتماء 5 سنين، وغير الانتماء اذا كان بيقوم باعمال عنف او اعمال ارهابيه بيصل الى السجن المشدد والى المؤبد واحيانا الاعدام. وبالتالي مجرد انضمام شخص الى هذه الجماعه هي جريمه ينبغي ان يتم محاسبه كل من هو منتمي اليها، يتم القبض عليهم جميعا حتى ولو مأموش باعمال ارهابيه ويقدموا للمحاكمه، لان قانون العقوبات بيقول كده. وبالتالي مش محتاجه ان هم حتى يعملوا اعمال عنف او حتى يسخروا وسائلهم وادواتهم الاقتصاديه في عمليه التمويل او الاتصال بتنظيم خارجي الى اخره. الغريب في الامر ان هناك قيادات معروفه غير حتى مالك موجوده على الارض بتسافر وبترجع وبتعمل علاقات مع هذا التنظيم الدولي وغير الدولي وبتصرح بتصريحات، ورغم هذا مطلقه الصراح ولا يتم اتخاذ اجراءات قانونيه تجاهه. هذا سؤال الحقيقه انا مش قادر افهم اجابه او اجد اجابه عنه لانه مخالف للقانون. لا، والاخطر بقى عندما نسمع عن انباء عن توسع اقتصادي لبعض هؤلاء. هنا في خطر. لو احنا عايزين نجفف منابع الارهاب هنجفف مش منابع، مش خطر بس، ده مخالفه صارخه للقانون. ازاي انا ابقى عامل حظر على اموال هذه الجماعه وانشطتها ثم اترك احد هؤلاء او اهم هؤلاء
يفتح فروع كما حضرتك بتشيري الى المعلومات والفيلم اللي بيتقدم. وبعدين ويقولوا ما نعرفش. طب لو ان وزارة الداخلية ما تعرفش يبقى غير مؤهلة لمواجهة المرحلة الخطيرة اللي احنا بنواجهها الان. ماذا اذا كانت هذه المحال باسماء اخرى يا استاذ عصام، وهو مستخبي جواه، يعني عمل المحل باسم حد تاني سوري او ما الى ذلك؟ في وحدات يا فندم تابعه لوزاره الداخليه، وحدات تابعه لاداره الكسب غير المشروع، ووحدات تابعه لاداره اللي هي غسل الاموال، بتتولى متابعه هذه الاموال وتحركاتها، وبتعرف مين الممول الحقيقي ومين المستتر ومين اللي ظاهر، وبتعمل تحريات بهذا الشان وبتقدمه الى الداخليه، فتقدم طلب الى النيابه العامه تطلب منها اتخاذ الاجراءات القانونيه. يعني اشعر ان احنا محتاسين، عندك الاحساس ده ان احنا محتاسين؟ انا اتمنى ان ما يكونش المساله عند سقف بس، ان احنا محتاسين مش متواطئين، دي الاخطر. وده سؤال مهم جدا بيوجهه، وده الاخطر. استاذ عصام الاسلامبولي المحامي بالنقد، بشكرك شكرا جزيلا. محتاسين ولا متواطئين؟ ده سؤال طرحه الاستاذ عصام، وده سؤال مهم. اين حسن مالك اذا كان ولاده مقبوض عليهم بتهم الارهاب وتهم اخرى والانضمام لجماعه الاخوان الارهابيه؟ حسن مالك ما كانش من جماعه الاخوان الارهابيه؟ مره اخرى انا لا احرض على القبض عليه لو ما كانش عليه تهم، بس الاستاذ عصام بيقول ان هو بما انه منتمي لجماعه الاخوان فلا بد ان هو التحقيق معه. لكن سؤالي مره اخرى، هل يتوسع حسن مالك اقتصاديا؟ هل احنا سايبينه كده ينطلق يشغل الفلوس ويمول الارهاب، ولا عليه عين، ولا عليه رقابة، ولا احنا لما حجزنا على جزء من الاموال نسينا الباقي، ولا ايه بالظبط؟ كل من تم الحجز على اموالهم داخل السجن الا حسن مالك، وده سؤال بنوجهه لكل المسؤولين وعايزين نفهم هو في ايه. النهاردة صدر بيان مهم من وزارة التضامن الاجتماعي، البيان بيوضح بعد انتهاء المهلة التي قررتها وزارة التضامن للتعامل من أجل أن تسجل الجمعيات الأهلية نفسها في أي من الكيانات القانونية الموجودة أو طبقا لأي من القوانين الموجودة. النهاردة البيان الحقيقة طيب قبل ما نذهب لهذا البيان، معي على الهاتف مين؟ الأستاذ سامح عيد، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية. اتفضل يا أستاذ سامح. مساء الخير عليكم على الساده المشاهدين. مساء النور، اهلا بيك، اتفضل. اهلا بيك. بالنسبه لموضوع ايه السؤال تاني اللي بعد موضوع الاموال؟ حسن، احنا كنا بنسال على حسن مالك، من هو حسن مالك ولماذا هو يعني حتى هذه اللحظه احنا سامعين انه بيتوسع اقتصاديا وان عنده محلات جديده، وده برضو بيعمل علامه استفهام لماذا تترك الدوله حسن مالك. انت بقى لدراستك، من هو حسن مالك يا استاذ سامح؟ لا، هو حسن مالك يعني هو طبعا تجاري ابا عن جد، يعني بخلاف ربما خيرت الشاطر اللي امواله تضخمت بشكل مهول في لحظات فترات زمنيه قصيره، رغم ان هو كان تعثر ماليا عن طريق المضاربه في فرص، اللي هو بالنسبه لخيرت الشاطر. ولكن عندما دخلوا في السجون مع بعض، هو كان عندهم مشكله الاخوان المسلمين دائما ان هم عندهم اشتراكات بتتجمع من الاعضاء اللي هم ربما يصلوا الى ما يتجاوز ال 100,000، بيتكلموا كانوا زمان بيتكلموا عن 7% من كل الافراد، دلوقتي بيتكلموا عن 8%. بالاضافه لهذه الاموال، هو مكتب الارشاد في مصر، يعني ايه مكتب الارشاد في مصر؟ يعني هم بيجمعوا هذه الدخول من دول الخليج بتتجمع في مصر، يعني مثلا لو عندهم امراء خليج بيدفعوا نسبه 8% بيدفعوا، لو عندهم ناس في اوروبا بيدفعوا 8%، لو عندهم ناس مصريين عاملين في الخارج في السعوديه وفي الكويت وفي دول اوروبا، كل ده بيدفع النسبه اللي هي كانت 7% وبقت 8%. طب هذه الاموال كانت هتتضخ ازاي لداخل مصر؟ فكان من الضروري على المستوى المحافظات بتتضخ على رجال الاعمال الصغيرين اللي في المحافظات، وعلى المستوى المركزي كان هو منبعين، حسن مالك وخيرت الشاطر في فتره طويله من الزمن. فاصبحت اموالهم بتختلط لانه ما فيش رقم سري في البنك اسمه رقم الاخوان المسلمين. انت دلوقتي بتجمع اشتراكات من ناس بره مصر ومن ناس جوه مصر. فهذه الاموال لازم تخش في شكل صفقات تجاريه. فلما خيرت الشاطر دخل السجون في عده مرات، فبقوا يوزعوا يعملوا ايه؟ محفظه لفلوس الاخوان بتضخ عن طريق عده منافذ، كان اظن عبد الرحمن سعودي منهم، وكان حسن مالك، وكان خيرت الشاطر، وكان لا يعرف هذه الاموال. كانت المشكله ان لا يعرف هذه الاموال او الفصل ما بين اموال الاخوان واموال رجال الاعمال الا ثلاثه بس.
كان محمود عزت ومحمد بديع وخيرت الشاطر، واحد اعتراضات اعضاء مكتب الشورى بشكل كبير من ضمن النقيب العلميين السابق اللي هو ان هو لازم هذه الاموال تعرض على الاقل مجلس الشورى، رفضوا رفضا باتا ان معلومات الاموال القادمه من الخارج والقادمه من الداخل الى مكتب الارشاد ان تتخطى الثلاثه دول اللي هو محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمود عزت، وظل هذا الامر على هذا الكتمان حتى الان. ولذلك اموال خيرت الشاطر المتضخمه او اموال حتى الملك المتضخمه هم طبعا تجار اصلا، يعني هم تجار وعندهم حاجات من تركيا واخدين لوجوهات واخدين يعني، ولكن في النهايه جزء من اموالهم كبير جدا هي فلوس الاخوان، وجزء ثاني لا يعرف الفيصل ما بين فلوس الشخص وفلوس الجماعه الا الثلاثه دول. وكانوا بيعملوا حاجه اسمها ورق الضد، لو مثلا احد الرجال كبر في السن او طعن في السن، ودي كانت عامله مشاكل كبيره جدا، يعني زي مشكله مدينه منوره اللي هي كانت متسجله باسم جمعه امين، فلما بدا يلحق بيه المرض فحبوا يعملوا ورق ضد فرفض، يعني قال لهم لازم تدوني مخصصات الماليه بتاعتي اللي هي كانت ربما تتجاوز ال 30,000 من 10 سنين يمكن. نعم. والا المدرسه دي هكتبها لاولادي. طيب. يعني اذا حسن مالك هو احد العقول والاذرع التي تدير اموال جماعه الاخوان المسلمين. بالظبط يا فندم بالظبط، ولكن موجود هو بقى في فلوس كثيره جدا بالمليارات خرجت قبل 30 سنة. ولم يبقى الا النسبه اليسيره اللي هي ربما تسير الاعمال اليوميه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ سامح عيد الخبير في شؤون الجماعات الاسلاميه. ده سؤال احنا بنوجهه مره اخرى غير يعني عشان نكون واضحين واكثر دقه، تردد انه هذه المحلات هي استثمارات جديده لحسن مالك، هل ده سؤال احنا بنوجهه للخبراء للشركات للأمن الوطني للجنة حصر أموال الإخوان أن تتأكد هل عاد حسن مالك للاستثمار مرة أخرى ولا دي مش حاجته ولا دي حاجة باسم حد ودي أمواله؟ أنتوا اللي تتحققوا، إحنا مش جهة تحقيق، إحنا جهة سؤال وطرح سؤال وعلينا أن نحصل على الإجابة. طيب خلينا نرجع تاني لوزارة التضامن والبيان اللي صدر النهاردة من وزارة التضامن. البيان بيقول، ودي الحقيقة كانت خناقة وما زالت مشكلة بين الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن، إن الوزارة حددت موعد معين عن موعد هو موعد العاشر من نوفمبر لتقنين الأوضاع. المجتمع الأهلي قال لك لا مش هقنن أوضاعي على قانون قديم، خاصة إن هيبقى فيه قانون جديد هيطرح على البرلمان القادم، لكن الحكومة قالت لا لابد إن أنت تكون مسجل طبقا لأي قانون وما ينفعش إن أنت تفضل موجود كده بشكل عشوائي. إذن في خلاف بين الدولة وبين وزارة بين الدولة وبين الجمعيات. خلوني أقرأ لكم بالضبط اللي في البيان. في حالة الكيانات التي تمارس العمل الأهلي ولا تهدف للربح وتتخذ شكلا قانونيا مغايرا لما ورد بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر سنة 2002 وتتلقى منحا لممارسة نشاطها ولم توفق أعضاء أوضاعها في المهلة التي حددتها الوزارة سلفا، فإن الوزارة سوف تقوم بإخطار الجهات التي تخضع لها والتي قامت بالترخيص لها في ممارسة النشاط المهني لبيان مدى خروجها عن حدود هذا الترخيص من عدمه بممارسة أنشطة غير واردة به. بالنسبة للكيانات التي تم إنشاءها بموجب عقود مدنية سواء كانت مسجلة في الشهر العقاري أو صادر لها حكم بصحة توقيع أو حكم صحة نفاذ أو مقيدة في السجل التجاري أو غيره وتتخذ شكل شركات مدنية ولا تهدف إلى الربح ولا تمارس نشاطا مهنيا منظما ولا تخضع لأي من القوانين التي تنظم المهن المختلفة وتمارس العمل الأهلي ولم تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها، فإن الوزارة سوف تقوم بحصر تلك الكيانات بالتنسيق مع الجهات المختصة ودراسة كل حالة على حدة تمهيدا لمخاطباتها بحقوقها والتزاماتها وأمال صحيح القانون. أنا بس عايزة أشرح لكم بسرعة قبل ما نسمع الوزيرة غادة والي أنه بعض جمعيات العمل الأهلي مسجلة طبقا لقانون الجمعيات الأهلية، بعض الآخر مسجل طبقا لقانون المحاماة طبقا لقانون الشركات طبقا لقوانين مختلفة. ليه؟ لأنه كان قانون العمل الأهلي كان معقد جدا وما زال اللي هو قانون 2002 ده معقد جدا وما كانوش عارفين ينضموا إليه، فكثير من الهيئات العمل الأهلي مسجلة طبقا لقوانين مختلفة وفي البعض غير مسجل على الإطلاق لا طبقا لقانون الشركات ولا المحاماة ولا غيره. إذن ماذا يقول هذا البيان يا سيادة الوزيرة؟ الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ماذا يعني هذا البيان؟
سيادة الوزيرة. أيوة فتح. ماذا يعني هذا البيان؟ بيقول إيه للجمعيات؟ ولا حاجة. بيقول الوزير. طب يا جماعة. بيقول إنه أن الحكومة جادة، وأن الحكومة في نفس الوقت ما هيش في خصومة مع منظمات المجتمع المدني. أيوة. الحقيقة إحنا كل اللي بنحاول نعمله إن إحنا نطبق القانون. في جميع دول العالم هناك قوانين تنظم كل الكيانات وعمل كل الكيانات. هذه الكيانات لابد أن تكون مسجلة أو مشهرة وبتمارس أنشطة بشكل في إطار، طالما إحنا في إطار دولة يبقى لازم نلتزم بقوانين هذه الدولة، سواء إحنا عجبنا هذه القوانين أو مش عجبانا. مش عجبانا نتفاوض لتغييرها وصياغة قوانين أفضل منها وطرحها في برلماننا القادم. لكن طالما هناك قوانين سارية والدستور بيقول إن هذه القوانين سارية حتى تصدر قوانين جديدة، يبقى إحنا لازم نلتزم بهذه القوانين. جهة الرقابة والإدارة تلتزم بالقانون، والجهات المراقبة تلتزم بالقانون. طب إحنا كنا بقالنا سنوات في أوضاع الحقيقة يعني أقرب ما تكون إلى الفوضى. مؤسسات كثيرة وجهات كثيرة وأمور مش واضحة. إحنا بنحاول، وأنا متفهمة إن هناك تخوف لدى البعض وهناك مناخ عدم الثقة لخبرات سابقة مع الحكومة. إحنا اللي بنقول لهم تقدموا للتسجيل، تقدموا للعمل بشفافية، حطوا إيدكم في إيدنا وتعالوا نبني البلد. اللي ما بيعملش حاجة غلط تأذي بلده مش مفروض يبقى قلقان، واللي بيشتغل في مجال حقوق الإنسان ده مجال إحنا محتاجينه. طيب. وبنرحب بيه. القلق اي مبرر استمرار عمل كيانات في منطقه رماديه. كل المطلوب لو انتوا في مجال ما وبتشتغلوا وفقا لي قولوا لنا، والله انا مكتب محاماه وبشتغل محامي خلاص. بس هو ممكن يكون حضرتك عارفه انه في كتير من الجمعيات الاهليه كانت مسجله طبقا لقوانين مختلفه زي الشركات وزي المحاماه ودي مراكز حقوقيه وزي غيره، وانها المفروض انها بتتلقى دعم وتتلقى تمويلا دوليا زي ما هو يعني لعملها. وهل هل هل دول هتعملي فيهم ايه؟ انا بقول لحضرتك اهو المشكله الحقيقيه ان انا هذه البيانات لانها غير مسجله عندي انا ما اعرفش بتعمل ايه. ما اقدرش ان انا اخد قرار بناء على معلومات بقراها في الجرايد، فانا هخاطبها باسئله محدده علشان اعرف اكتر ما هي انشطتها، ما هي حقوقها وما هي التزاماتها. دي مكتب بيتعاقد على برامج تدريبيه، بيدفع ضرائب، بيدفع تامينات، عنده عقود لانه شركه تجاريه، مركز تدريبي، خلاص ما فيش أي حاجة تدخله في إطار الجمعيات الأهلية، يبقى أنا ماليش أي صلة بيه في جهات أخرى. طيب يعني هو لو مركز حقوقي مسجل طبقا لقانون المحاماة مثلا. أنا عايز أعرف يعني إيه مركز حقوقي مسجل طبقا لقانون المحاماة. ده اللي إحنا كنا بنقوله، إحنا هنخاطب الجهات المختلفة، يعني إحنا هنخاطبه ونخاطب الجهة اللي هو مسجل لديها، اللي هو ملتزم بالقانون، اللي هو مسجل تحتيه. أنا ما عنديش حاجة ضد هذه الكيانات يا أستاذة لميس، فعشان كده أنا مش عايزة يعني السؤال هو بتاع هتعمل إيه. أنا بطلب منك تيجي وتقولي أنت بتعمل إيه عشان أنا أقدر أساعدك وانت تساعدني. طيب يعني بصراحة تنتظم. بصراحة هناك قلق من هذه الجمعيات ان يحصل كراك داون او يحصل تعبير كراك داون تضييق على، انا بقول لك وجهة نظر اخرى، وجهة نظرهم. اتفضلي استاذة غانم. تعبير كراك داون ده انا سمعته. أيوة. بتستخدمه بعض منظمات اللي بتقول انها يعني تعمل في مجال حقوق الانسان. أنا الحقيقة معرفش ما المعني بكراك داون. فكرة إن أنا أنشر الرعب وأنشر أن الحكومة بتضيق والحقونا واستنكد واستقوى بالخارج والحقوني، دي الحقيقة لا مبرر لها وغير مقبولة. المفروض إن إحنا ما احناش في خصومة، ما حدش بيدخل في خصومة مع الدولة، والدولة مش في خصومة مع المؤسسات المجتمع المدني. بالعكس، الدولة النهاردة في مرحلة بناء ومحتاجة منظمات المجتمع المدني ومحتاجة القطاع الخاص، وإحنا عاوزين نشتغل معاهم، لكن إحنا عاوزين نشتغل بشفافية وعاوزين نطبق القانون.
طيب عايزين نعرف انتوا بتشتغلوا في ايه، اذا كان انتوا بتشتغلوا وفقا لقوانين ولكم مراكز قانونيه مستقره انا ما عنديش مشكله معاك، بس لو انت بتشتغل في مجال العمل الاهلي بفضلك تعالى قول لي انت بتشتغل في ايه وبتعمل ايه عشان اقدر ادافع عنك واتعاون معاك. طب بما في ذلك بقى الجمعيات اللي هي زي الجمعيات السلفيه والجمعيات الـ يعني في جمعيات دينيه كثيره جدا بيجي لها اموال تمويل ضخم جدا من الجمعيات كثير السلفيه وجمعيات اتفضلي والجمعيات الدينيه وكل الجمعيات الاهليه لابد وان تلتزم بالقانون، بمعنى إن هي بتحصل على تمويل من الخارج أو على تبرعات من الداخل يبقى لازم يكون لديها ما يثبت الفلوس دي بتتصرف في إيه بالمليم وبتتصرف على أنشطة إيه، وتكون بتتصرف على أنشطة بينظمها القانون وفي إطار الترخيص الصادر لها. طيب في قلق آخر من ميزانية إدارية وفنية ومالية وتدريب للعاملين في الوزارة للتدقيق في المتابعة، لأن إحنا في مرحلة محتاجين كلنا نشتغل بشفافية ونلتزم فيها بالقانون. طيب في قلق آخر وأنا بنقلك وجهة نظرهم الحقيقة، يعني لا مش بالضرورة بتبناها لكن بنقلها لحضرتك في الأسئلة. في قلق آخر من أنه التمويل بيضيع علينا، الناس اللي فعلا بتشتغل بقى في المرأة في حاجات الطفل في أشياء كثيرة لها علاقة بمساعدة اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة وغيره، التمويل بيروح عليهم لأنه في عقبات إدارية كثيرة جدا تجعل في السنوات الثلاثة الأربعة الماضية جعلت الحصول على تمويل في هذه الأشياء العمل الأهلي الحقيقي شبه مستحيل. طيب هقول لحضرتك على حاجة وأنا بتحدث بالأرقام من 1 أكتوبر اللي فات ده هو ل 30 أكتوبر وأنا بطلع تقرير شهري، أنا موافقة ل 43 جهة منحة إدوا 30 جمعية 55 مليون جنيه في شهر أكتوبر بس تمويل من الخارج. منذ 30/6 احنا في وزارة التضامن مدين موافقات ب 823 مليون جنيه لأكثر من 300 جمعية، بعض هذه التمويلات كانت معلقة فعلا ومتوقفة بقالها سنة واثنين وثلاثة. أنا براجع كل الجمعيات ودي عملية مش سهلة، هناك فوضى عارمة كانت بعد الثورة في جمعيات بالآلاف، تروح تلاقي الجمعية مش في العنوان اللي مكتوب في الورق عندي، تروحي تلاقي مشروعات بتتنفس على الأرض غير المشروعات اللي المفروض إنها بتنفذها. إحنا لما بنجمع تبرعات من المواطنين المصريين كأي منظمة مجتمع مدني لازم نلتزم بصرف التبرعات فيما جمعنا التبرعات لها، ولازم لما نجيب تمويل من بره نقول التمويل ده هنصرفه في إيه طبعا. وإحنا لازم نتابع هذا التمويل. حضرتك عارفة إحنا في منطقة شكلها إيه وبنمر بظروف شكلها إيه، بناء الثقة محتاج شفافية ومحتاج صحيح. مجهود من الجانبين، الحكومة بتاخد كل الخطوات اللازمة لبناء جسور الثقة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني اللي بتحترمه وبتقدره. أنا امبارح كنت في زيارة المستشفى 57-357 حجم التمويل الدولي ليهم للتوسع في علاج سرطان الأطفال، حجم الشغل اللي عاملينه من جمع تمويل من الأفراد وجمع تمويل من الجمعيات والجماعات والهيئات والمؤسسات والتمويل من خارج مصر من طيب. أفراد ومؤسسات ضخم جدا ولم يواجه أي عقبة. ليه؟ لأنه عنده نظام محاسبي محترم شفاف بياخد طيب. الفلوس ليه؟ بيصرفها على إيه؟ بالمستندات والمليم. الناس طيب. بتروح مستشفى سرطان الأطفال تزور الأطفال وتنبهر بالعلاج، أنا رحت الإدارة المالية. طب سيادة الوزيرة يعني ماذا تقولين إذن عن ما قيل في جنيف في اجتماع المجلس الدولي لحقوق الإنسان أو مجلس التابع للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اللي أحد الاتهامات الأساسية لمصر أنها تضيق على العمل الأهلي، ماذا تقولين في ذلك؟ أقول أرجو أن تكون أولا الحكومة ليست فوق النقد والحكومة بتحترم النقد، ولكن أرجو أن نكون محددين. لما تقولي لي تضييق على العمل الأهلي قولي لي جمعيات اتقفلت أو أنشطة أنا قفلتها أو أخدت ضدها أي إجراء، لما تقولي لي قانون الجمعيات بتاعك وحش قولي لي أني قانون جمعيات، لأن احنا لم نصدر بعد مسودة ولم نقدمها
لمجلس الوزراء، وقلنا هتصدر من برلمان منتخب ممثل للشعب. فاللي اتقال هناك مسودة قانون متشددة، لا يوجد مسودة قانون، هناك حوار انتهى ومسودة محترمة تقدمت بها بعض الجمعيات هناخدها ونناقشها مع الأحزاب والقوى السياسية. في تضييق، قولي لي ما هو التضييق؟ إذا كان مطالبتنا للجمعيات بالتسجيل والعمل في شفافية واحترام القانون ده تضييق، يبقى تضييق محمود. نعم، بشكرك شكرا جزيلا سيدة غدا والي وزير التضامن الاجتماعي اللي وضحت بشكل واضح البيان النهاردة، والبيان اللي بيتكلم عن المهلة اللي في عاملة ضجة وضجيج، والصحافة الأجنبية بتتكلمش غير عن هذا البيان والكراك داون أو يعني التضييق على عمل الجمعيات، وده كان أحد المشكلات في جنيف في اجتماعات حقوق الإنسان. ما نريده هنا هو مرحلة من بناء الثقة بين الطرفين. الحقيقة إنه الدولة في فترة طويلة ماضية كانت يعني قوانين العمل الأهلي كانت قوانين يعني معقدة وروتينية، والتمويل فعلا بياخد وقت طويل عشان يطلع أي تمويل لعمل أهلي طبيعي. على الجانب الآخر بصراحة الدولة شهدت جمعيات بتشتغل تحت ستار العمل الأهلي وبتعمل حاجات تانية. خلينا واضحين بقى، هنا في قلق وهنا في قلق انه في تمويل بيدخل ما بنعرفش بيدخل ليه وبيجي ليه. واذكركم موقف فايزة ابو النجا لما وقفت قدام الموضوع التمويل الاجنبي وقالت لا ما فيش تمويل من المعونه الامريكيه لعمل للجمعيات الاهليه من غير ما اعرف كدوله التمويل ده رايح فين وجاي منين. اذا احنا محتاجين هنا مرحله من بناء الثقه بين الاثنين. جمعيات العمل الأهلي دي جمعيات أساسية ولازم تبقى موجودة، وذراع مهم موجود للمجتمع ولازم تبقى موجودة بتراقب وبتساعد وبتساعد في تنمية المجتمع. عملها مهم جدا كعمل حقوقي وعمل أهلي أيضا. على الجانب الآخر الدولة من حقها زي أي دولة إنها تبقى عارفة الفلوس اللي داخلة دي داخلة بتعمل إيه وتراقبها، ولو انت صرفتها في حاجه غير اللي انت قايل عليها انها تقفل لك المنظمه. اظن ان القانون لازم يطلع يقول كده، يتفقوا مش عايزين سياسه في العمل الاهلي، يكتبوا في القصه دي انه ما فيش سياسه، مش هتشتغلوا في السياسه خالص، ولا في بقى ديمقراطيه ولا تنظيم الديمقراطيه ولا الكلام ده. يتفقوا لو ده ارتضوا العمل الاهلي والدوله، الدوله بتحط شروطها، لكن واحد لا تضيق على التمويل، تراقب التمويل وتشوفه رايح فين، وتشوفه اول ما تشوفه بيتصرف في غير محله تقفل الجمعيه يروح السجن. لازم يكون في مرحله لبناء الثقه بين الجانبين. الدوله يجب ان تكون ما فيهاش تعقيدات والبيروقراطيه والتضييق على العمل الاهلي، والعمل الاهلي كمان لازم يكون شفاف وملتزم بالقانون وملتزم بالقواعد وملتزم بقواعد العمل الأهلي، مش ياخد العمل الأهلي ستار ويشتغل حاجات تانية. بناء ثقة بين الجانبين، محتاجين العمل الأهلي ومحتاجين أيضا أن نلتزم بالقوانين. ده ممكن نجيب أي قانون من بره من بتاع أمريكا أوروبا فرنسا ونطبقه، نترجمه كده زي ما هو، زي ما عايزين نترجم قانون المنظمات الإرهابية اللي معرفش هيطلع ولا مش هيطلع، ونجيب ده وما نخترعش العجلة. لكن لازم يكون في بيننا حالة من الثقة انه الدولة زي ما قالت الأستاذة غدا والي مش هتضيق على العمل الأهلي، لكنها تطلب القوانين وتطلب الالتزام بالقانون. على الجانب الآخر مخاوف العمل الأهلي من التضييق عليها ومن ان هم بيمنعوا بالذات التمويل. انا اعرف جمعيات مرأة كتيرة محترمة اللي بتشتغل من اجل نشاط المرأة، فعلا فلوسها اتأخرت جدا ولكن يعني تم الإفراج عنها مؤخرا. نخرج فاصل، بعد الفاصل بقى هنكلمكم في موضوع تاني خالص. الحكومة قالت لنا إنها منعت استيراد التوك توك وفرحنا وقلنا ده التوك توك ده بيستخدم بقى في الغوغاء والغوغائية المرور والمصايب والحوادث وما إلى ذلك. فوجئنا إن في قرار تاني صدر دون أن نعرف بالسماح باستيراد أجزاء التوك توك لتجميعه في مصر. يعني ودنك منين يا جحا؟ هو عمل لنا حفلة أو عملوا لنا حفلة إنه منعنا استيراد التوك توك، على الجانب الآخر فتحوا بعد شهرين السماح باستيراده لصالح مين؟ هو ده السؤال اللي هنسأله بعد الفاصل.